لليلة الثانية على التوالي استمرت الاحتجاجات الليلية في مناطق متفرقة من تونس. احتجاجات اتسمت بقطع طرق ونهب محلات تجارية واستهداف مقار أمنية. واستنادا إلى الناطق الرسمي لوزارة الداخلية خليف شيباني، فقد أسفرت هذه الاحتجاجات التي وصفها بعمليات تخريب ونهب عن إيقاف أكثر من 200 شخص وإصابة 49 من أفراد قوات الأمن بإصابات متفاوتة. انقسمت الطبقة السياسية تجاه هذه الأحداث، مثلما أبرزت ردودها المختلفة التي لخصتها جلسة علنية لمجلس نواب الشعب خصصت لمناقشة مشاريع قوانين، لكنها سرعان ما تحولت إلى مواجهة كلامية. الاحتجاجات في شكلها الحالي مبررة ومفهومة، يقول بعضهم: البعض راح يتحدث أو ترك الأصل وراح يتحدث عن الحالات الشاذة، هاو تكسير هاو تهشيم هاو حرق. طبعا هذه طبيعية في كل بلدان العالم. احتجاجات غير مؤطرة وغير منظمة، والأحزاب غائبة تماما، والمجتمع المدني غائب. إذن فماذا تنتظر من الشعب هائج؟ في حينه رأى بعضهم الآخر أنها مجرد شغب لا يرتقي إلى الاحتجاجات المطلبية، وأن غايتها هدم المسار الديمقراطي. اليوم التظاهرات والاحتجاجات السلمية أصبحت في بلادنا حق من الحقوق الشرعية اللي يضمنها الدستور وتضمنها قوانين البلاد. وبعض الأطراف السياسية اللي تزايد بالتحريض والسكوت على التخريب وتتصور نفسها أنه هذا هو طريقها لفرض خياراتها وتصوراتها. أغلب الأحزاب دعت إلى التفريق بين الاحتجاجات المطلبية المشروعة وبين عمليات النهب والسلب التي تتم في جنح الظلام كما تقول. وكان لافتا موقف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، حيث شدد على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية ومراجعة قانون المالية، لكنه ميز في الآن ذاته بين الاحتجاجات المشروعة وبين ما سماه بعمل العصابات في الليل. بين المطالبة كما قلت قبيلة، هذاك اللي قالك في العالم قاع يديروا احتجاجات هكذا، ما انا مش تشفر في اوروبا خويا. في اوروبا يمشيوا مسيرة سلمية، راهم يمشيوا ويقصروا ويرفضوا هذوك الهاتفات، ولا ما عرفتش كيفاش يقولوا لهم، يكتبوا فوقهم ويمشيوا. وواحد اللي عنده هذاك لو بارلور يهضر، وكان اللي رجعوا معاه. بصح باش تقول لي العالم نو، هادي غير عند العرب اللي ماشي ما عندهمش، ما يخموش. لو كان كنتو نتوما يا بلدان يا طاغيين تمدوا لهم حق المسيره، مسيره سلميه، ما يديروا لكمش هكذايا. اعطيوا لهم حق مسيره سلميه من كل شعب، من كل الشعوب، وانا نقول الشعوب عندهم حق للمسيره السلميه. انت كي تضغط عليه وتقول له ما كاش مسيره، هذا واش يصرى؟ هذا واش يصرى لكم؟ الضغط واش يولد؟ الانفجار. بصح لو كان اعطيتو لهم، لو كان درتو لهم قال هاي لك مسيرة سلمية، هاي لك لوتوريزاسيون باش ديروا مسيرة سلمية، اعطيو لهم قال بار اكزومبل من هاد الجهة لهاد الجهة عندكم الضروة المسيرة سلمية، كما كانوا يديروا فيها بكري في الجزائر، كانوا يطلعوا من الشوموناف للفوق، كانت مسيرة سلمية. كما يديروا داروا خطرة مسيرة تاع نسا، ابا كانت سلمية من ان بوان ا لبوان بي، يمشيو ساكتين رافدين لي بون كارت هذوك، ما كان لا تكسر الراس لا والو. نتوما نحيتو الحق، حق الشعب نحيتوه، زدتولو لا باي ما كاش يسمى. كيفاش تحب هذا الانسان هذا يعيش؟ باش طيحوا الحكومة يا شعب يا عرب، باش طيحوا الحكومة، اقعدوا في دياركم وما تخدموش. هذه هي باش طيحوا الحكومة.
ماشي بالتكسار ولا بمسيرة سلمية. كل واحد ما عطاولكمش لوتوريزاسيون مسيرة سلمية، كل واحد في حومته يطم ان ديليغي على الحومة، يطم صحاب الحومة كاع ويقعدوا في الطريق، ما يخلو طوموبيل تهبط ما يخلوها تطلع، يقعدوا في الطريق. بصح لازم هادي لازم مفاهمة في البلاد كومبلي، هكذا ما عندهم ما يديروا. كي البلاد كومبلي قاعدة في الأرض ما عندهم ما يديروا، الحكومة تسقط ولا يزيدوا لاباي ولا ينقصوا الوزادو. هذا هو، ما كاش خيارين، كان خيار واحد التكسار نو، باسكو تهلك في بلادك، هي مهلوكة وتزيد تهلكها اونكور بلوس، هي مقودة عليكم ومزمرة عليكم وتزيدوا تزمروها وتقودوها عليكم كتر وكتر. علاش الفساد؟ علاش حبيت نفهم برك، علاش علاش التكسار وعلاش الفساد وعلاش تكسروا علاش تحرقوا؟ هاك حرقت واش ربحت؟ ربحتنا هناك الله يهدي.